Hey, hey, young. Kill this shit out. اللي شافكم في الخسران ما لازم شايسك تحمد قاعدي في الخسران احمدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد. أولا كنبغي نشكر الجميع، شكرا للناس اللي تحقوا قناة بخويا فوب. قبل ما نبداو حلقتنا عافاكم اللي مدير الاشتراك يحاول يدير الاشتراك، هاد البطونة الحمراء اللي لتحت دير لايك ودير تعليق، خلينا نشوفوا آراءكم حتى هي كتحفزنا إن شاء الله. اولا اخوتي موضوعنا اليوم موضوع حرج خطير، راحت فيه على ما يقرب 40 ضحيه، كاين اللي مشى غير كاين اللي تقتل غير عبر الغلط، ناس ما عندهم لا علاقه لا من قريب ولا من بعيد بهذه العصابه. مثلا ابن القاضي اللي تقتل مراكش رميان دير الرصاص مقالة كريم من طرف شخصين. واري ناري ناري مات راه وراه مسكت تمايا ناري واحد قتلوه بالقرطاس لاكريم واو 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 حتى هو غير عبر الغلط. وكثير من الاشخاص غادي نشوفهم في حلقتنا ان شاء الله. وهذا الموضوع ولا هاد الناس اللي كان كيتكلم فيهم ولا اللي كان تيغلط فيهم يعني كتم تصفيته والله يستر. فلهذا حاولت نغير يعني من الاسماء الحقيقيه ويعني حتى حجب الصور الناس الحقيقيه وربنا يستر كما قالوا المصريين. كاين اللي ما تيعرفش هذا المصطلح ديال موكرو، يعني موكرو اخوتي يعني هذا اللقب ولا هذا الاسم يعني اسم مصغر من الماروكاني فيتقال على المغاربه اللي تمشيو شمال. وفي هذه الحلقات ان شاء الله اللي غادي تكون ثلاثة ولا اربعة الحلقات ممكن ثلاثة على حسب غادي نحاول نشوفوا من البداية ديال هاد العصابة الى حتى كيتم القبض عليهم واحد واحد. فلنشد الاحزمة وننطلق. في 2017 كيتقدم المسمى نادير يعني باعترافاته ضد المسمى مروان الساقي وسمير الباكوري بانهم هما الرؤوس المدبره لعصابه موكرو مافيا. والشهاده ديالو كانت كالتالي: موكرو مافيا تابع لمروان الساقي وهو راس الحربه والممول، المسمى فوق السوريمامي كيتعتبر يدي اليمنى والمسمى سمير الباكوري كيتعتبر يدي اليسرى. هاد التلاتة كياكلو من الصحن واحد وفو صديق عزيز على مروان سمير كتر من خوه الكبير ولا كنت مع الفريق اللي كيسير وسمير. نديرو وقفة ونشوفو شكون هو هاد مروان الساقي. مروان الساقي اخوتي تزاد في المغرب يعني من أسرة كتكون من 8 ديال الأخوات وأخين يعني 11 ابن وابنة. زداد في المغرب كيف قلنا، كبر هنا في هولندا. البداية يعني كانت من أوتريخت نحي فيانن يعني في سنوات التسعينات بدأت البداية مع عصابة باد بويز، يعني بدأت بالسرقة التجارة في المخدرات بكميات قليلة، التجارة في السلاح كذلك. شحال من مرة تعرض للسرقة يعني سرقات له السلعة ديالو تضرب والايام غاديه. والحظ اللي كان عنده واخا ماشي حظ في هذا الشيء يعني كانوا بعض الاقارب ديالو عندهم علاقه بتجاره الحشيش في المغرب وهذا اللي سهل له باش يجلب كميات كبيره يعني لهنا لهولندا ولا دول اوروبيه اخرى. ومنها ينتقل لتجاره الكوكايين يعني اللي زادت كبراتو وخلات يعني حتى العصابه القديمه ديال باد بويز حتى هما يكبروا معاه. ومن هاد الحي الى مسمى فلوت نتفيخ اوتريخت تعرف نادير على التوب كريمينال مروان الساقي. كنت كنمشي انا وصحابي لذاك الحوا وانا اقتربت على مروان الساقي، كنت كنلعب الكارتة مع صحابي حتى مروان كان كيلعب معنا، وكنت لاعب بانه كيتاجر بحشيش اللي كيجيبو من المغرب على
طرق اسبانيا وهولندا ودول اوروبية اخرى. ومن هناك بدات علاقة الشغل اللي كان مروان الساقي تطلب من نادير يعني باش يخدم معاه. مروان كيعرف ناس في مدريد يحتاجوا مخدر سبيد وانا خاصني نوصل. وهذا الشيء اللي خلى نادير يعني يتعرف على خبايا هذا التنظيم اللي ما كانش من هامك غير في تجارة المخدرات، ولكن كان من هامك حتى يعني اغتيالات تصفيه حسابات اللي تكلم يسكت. قيادة مروان الساقي، سمير الباكوري والمسمى فو السورينامي، كل واحد كانت عنده طريقة يعني دوره في العصابة، ويعني حتى الاتصال اللي كان بيناتهم كان ذاك الوقت عبر هاتف بلاك باري، يعني ما كانت مراقبة صعيبة على هذا الهواتف، فلهذا كان هذا هو الهاتف ولا هذه الطريقة ديال التواصل ما بيناتهم. أثناء البحث يعني اللي جرى وتكتشف في بعض الرسائل بأن مروان الساقي هو المخطط والمدبر لجميع العمليات، يعني هو البيكوس، وكانت مجموعة متفقة، وحتى نادير يعني كانت هو مقرب من مروان الساقي. وفي 2015 نرجع لواحد السنتين كيف قلنا يعني نادير اعترف 2017 نرجع ل 2015 داهمت الشرطة وكر من أوكار مروان الساقي كيتم القبض على 8 الأشخاص على يعني أسلحة اللي كانت سابقة من 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 نوعها من ناحية العدد، كانت هناك 100 قطعة قنابل يدوية، قنابل مصنوعة اليد، سيارة سريعة، مخدرات. وهذا الشيء اللي خلى يعني الشرطة الهولندية خصها تعرف شكون هو الرأس المدبر لهذه العصابة. إلى حتى جا واحد الشخص مهدد بالقتل من طرف موكرو مافيا، هو اللي دلا باعترافاته يعني وشهادته ضد مروان الساقي وسمير الباكوري. من هنا كتم الملاحقة ديال هذه العصابة، لأنها صنفت أكبر عصابة يعني في هولندا ولا في التاريخ الهولندي. ما عمر شي حاجة دازت بحال هكا، دازوا عصابات ودازوا ولكن بحال هذا الشكل ما لم يحصل بعد. في ذاك الوقت اللي كانت فيه الشرطة الهولندية من هامكا يعني في واحد القضية ديال واحد الشخص هوليدير، يعني نقدروا نتكلموا عليه من بعد. في ذاك الوقت اللي كانت هولندا يعني كيف قلنا مع هوليدير، خرج لهم واحد الشخص اللي ولا حوت تيبلع أي واحد في طريقه. ما عمر هولندا داز فيها شي واحد بحال مروان الساقي، اللي قيمة القبض عليه كانت 10 مليون أورو. 10 مليون أورو يعني اخوتي مبلغ ما ساهل شيء، باش نعرفوا يعني خطورة هاد العصابة. يعني الرجل اللي سنوات هو تيكبر غير في الضل، يعني ما كانش معروف كاع. وفي 9 سبتمبر 2015 كيتم قتل الهولندي المسمى ار بي قدام الدار ديالو، واللي تم القبض على جوج من الجنات، يعني واحد تحكم ب 13 سنه والثاني تحكم ب 15 سنه. وتابعت المحكمه المسمى مروان الساقي بتهمه التحريض على القتل اللي كان مازال ما تلقى عليه القبض، ولأن مروان كانت عنده علاقة مع المجني عليه، يعني المجني عليه كان عنده متجر ديال لي زاباري، شنقولو سباي شوب، يعني أدوات التجسس من تليفونات من جي بي اس من أي حاجة. ولأن زعما مروان الساقي قال بأن ما كانتش تعجبو الجودة ديال يعني الآليات اللي كان تيشري من عندك الشخص، ولا ظن بأنه كيتجسس هو عليه، هذا قاموا بتصفيته أمام البيت ديالو. والقاتل الحقيقي هو يعني كان بدراجة نارية، يعني تمت كانوا جوج أخرين، هذوك جوج اللي تقبطوا كانوا غير بالمراقبة، يعني هما اللي رصدوا الضحية والتحركات ديالو. اما القاتل الحقيقي كان راكب دراجة نارية المسمى خيبي، اللي
اللي يعني عنده نص نص كي كنقولوا جوج جنسيات ولا با هكا ومو هكا، يعني نص انطالياني ونص سوريناني، وراه يعني ما متهمش غير في قضيه صاحب محل سباي شوب، ولكن متهم حتى في قضيه يعني قتل شخصين. هو القاتل كيف كنقول القاتل المأجور المفضل عند مروان الساقي. كيف قلنا كان يعني هرب للسورينام وتما كتلقى عليه القبض، ولكن هرب حتى يعني من السجن من تما كاينه. وفي 2016 بدا كوموندو القتل، يعني بدا كوموندو القتل ديال مروان الساقي كيتحرك، يعني اللي تكلم تيسكت واحد تلو الاخر. واحد ليلة هذا المسمى امكا، مروان دي امكا اكس كريمينيل كان كيحط في الانترنت بزاف على مروان الساقي، وحتى تصوره كان كينزلهم، يعني كانت غداوة منه باش ينزل هادشي على الساقي وعارف اش غيوقع له. يعني منع مرتين، هو تيمنع من الموت، مرة وجد قنبلة تحت السيارة ديالو اللي القوة ديالها كتعادل 40 قنبلة يدوية. المرة الثانية كان خارج من المطعم، يعني وصلوا حتى لعند راسو، كان غير تضرب عليه، كان يتضرب بالرصاص، وهكاك يعني المسدس لم يشتغلش ما بغاش يضرب، ولكن هكاك بقى صار على الكتابة. إلى حتى واحد الليلة يعني اصطادوه في واحد ما نقولش ملها ليلي، ولكن كلوب ليلي، يعني خرج جلس السيارة ديالو تماك تما التصفية ديالو. وفي 12 يناير 2017 غادي تبدل كل شيء، بالخصوص على المسمى نادير. هو لما نادير خدا يعني خدا امر بمراقبه الشخص الاسم ديالو ميمو، لما سمعت ان ميمو خاصو يمشي على كرسي متحرك، فوقتها تمنيت بان ميمو كيتكلم سر على الساقي، ولان ميمو ما كتجمعو حتى علاقه تجاره مروان، خاصو يمشي لجهنم. هادشي اللي كان في الرسالة. وهنا غنتوقفو نشوفو الدور ديال نادير في بعض يعني في بعض المرات لما تيكون تصفية شي واحد ولا نادير. كان مكلف، يعني كان هو اللي كلشي كيديرو بسميتو، هو اللي تيكري السيارة بسميتو، هو اللي تيراقب الضحية، هو اللي كيصور، هو اللي كيشوف وقت يعني خاصو يعطي اي معلومه على الضحيه النهار كامل. وتسهيل ماموريه القاتل الماجور، ولكن للاسف الضحيه كان شخص اخر كما قلت في الاول، يعني شحال من واحد مشى فيها يا عبر الغلط، يعني في كيف قلت الضحية كان مشكل، كان شخص آخر. والمشكل الآخر هو بأن السيارة اللي تمت بها تصفية المجني عليه كانت باسم نادير، والكارثة الكبرى حتى الشخص اللي تقتل عبر الغلط كان من المقربين لنادير، يعني تعرفوا خوتي. حتى لهنا اليوم وصلت قصتنا من الجزء الاول من موكرو مافيا، نطلب من الله تكون رقتكم القصه وحتى الجزء الثاني. السلام عليكم.